المقدسيات، هؤلاء النساء ذوات الإرادة الصلبة المقاومات للتهميش السياسي والاقتصادي، والباحثات عن أي فرصة لتمكين أنفسهن وتعزيز الأوضاع الاقتصادية لعائلاتهن. عنهن نتحدث في الفقرة التالية في قصة تعتبر نموذجا للتنمية وسط الأوضاع الاقتصادية المأزومة. التفاصيل مع الزميلة راما يوسف. مشروع لأعمال البستنة ورعاية المزروعات في الحدائق عرف كأول دفيئة زراعية من داخل أسوار القدس وبلدتها القديمة، تديره ثمان نساء مقدسيات، هن أمهات وربات بيوت، إلا أن تردي الوضع الاقتصادي من جهة وإرادتهن بأن يكن نساء فاعلات ومنتجات في القدس ولها دفع بهن إلى التدرب واكتساب المعرفة الزراعية ليصبحن رياديات في مجال الإنتاج الزراعي. أنا بالنسبة إلي كتير خدمني، أول إشي صار وقتي يعني فيش عندي وقت فراغ، ثاني إشي صار عندي قوة شخصية ما كنتش أول هيك، يعني صرت كتير أحسن في وضعي وبنسق وقتي يعني بين البيت، بعدين أنا ربيت بيت، أنا بشتغل في البيت وبجي بشتغل هون. المردود الاقتصادي يعني تقريبا لسه إحنا في البداية، يعني بعنا شوي مش بطال، جاب لنا دخل يعني منيح متوسط. أما مركز نيو إيج الذي انطلقت به صاحبته نادية جابر فهو مثال آخر على الريادة النسائية في المدينة. ابتدأت جابر من نقطة الصفر وجعلت من المركز مكانا للاستجمام والعلاج في آن تتردد عليه النساء لأغراض علاجية، وخلال مسيرة السنوات الأربع تحول مشروعها إلى أهم مركز صحي في القدس. رأس المال ما عملتوش كتير كبير، إنه على أساس أقيس، فكنت المردود أخبيه لإشي تاني. استعنت في قرض مرة واحدة يعني، بس قدرت أوقف على إجري من شغلي نفسه، يعني حسيت إنه هذا اللي ساعدني، إنه أنا خطوة خطوة بمشي. يعني تستغرب إنه أنا كنت كتير خايفة إنه أنا في القدس، لأنه القدس محاطة ومحاصرة وما فيش حدا، يعني فيش حركة فيها كتير، بس هذا الإشي كمان كان إنه يمكن بلس لإلي، إنه الناس كمان بدها إشي بالقدس، إنه صعب كتير إنك تروحي على رام الله على بيت لحم، فهم دائما بيحكوا إنه في برام الله كتير إشياء حلوة، في بالأردن كتير إشياء حلوة، ما فيش إشياء عنا في القدس هيك. قد تكون القدس العربية طوال عقود الاحتلال الإسرائيلي تمر بأزمنة حرجة، ورغم ذلك تمكنت النساء هنا من تحقيق تغيير على أرض الواقع يعينهن ونساء أخريات على الصمود. وكوسيلة لقهر الظروف الاقتصادية الراهنة وعزل البعض للنساء عن عدد من المهن في المدينة، قامت هؤلاء النساء وغيرهن بتحدي الواقع والنهوض بمشاريع تنموية في محاولة للوصول للاكتفاء الاقتصادي في عاصمة السلاح الأول لمحتلها تجاه شعبها، ضرب اقتصادها وتفكيك نسيجها العربي. لبرنامج القدس راما يوسف، قناة الغد، القدس المحتلة. الأستاذ منتصر تكيدك مدير مركز برج اللقلق في القدس، أهلا بك. أهلا فيك. في حديثنا عن البرامج الداعمة التنموية في القدس وأيضا البرامج التنموية النسوية بالأخص، حدثنا أكثر حول هذا الموضوع وماهيتها في القدس وأيضا كثرتها أو قلتها. مشروع الزراعي في برج اللقلق، مشروع الدفيئة الزراعية في برج اللقلق، ومشروع التصنيع الغذائي في برج اللقلق هي مشاريع جديدة تم العمل عليها في الجمعية بالشراكة مع مؤسسة أكاد وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. الهدف منها إنه إحنا نقدر نوجد فرص عمل للسيدات داخل البلد القديمة في مشاريع صغيرة تقدر تأمن حياة كريمة للسيدات اللي بيشتغلوا بهذه المشاريع. مشروع الدفيئة الزراعية، هذا المشروع فيه 8 سيدات بيشتغلوا على زراعة بشكل يومي وري هاي المزرعات بشكل يومي، وبيعملوا على تسويقها كمان أيضا بشكل يومي من خلال المشاتل، محلات بيع أزهار الزينة، محلات الورود في مدينة القدس. الهدف إنه هدول السيدات يقدروا يبيعوا لو بدخل بسيط خلال الشهر، يقدروا يعيلوا في العائلة اللي بيعيشوا فيها. على سبيل المثال هم 8 سيدات، لو باعوا بأي مبلغ خلال الشهر لما يتقسم عليهم هذا المبلغ، إذا قدر يأمن لهدول السيدات أي نوع من أنواع المونة الشهرية للبيت أو المصروف الشهري
للبيت اللي يخفف عن كاهل الرجل، هذا بيكون إشي كتير ممتاز وإشي مميز لأنه بحاجة لهذا الإشي. كما تحدثت، وإن كانت الجدوى الاقتصادية بسيطة من هكذا مشاريع، ولكن يعني هناك جدوى اقتصادية ترصدها النساء وربما تتطور وتزيد في الأيام المستقبلية. ما الجدوى الاقتصادية تحديدا التي تخرج من هكذا مشاريع تنموية في القدس؟ بالتأكيد يعني إحنا في ظل الظروف اللي بتعيشها مدينة القدس، إن كان من حصار أو إغلاق أو سياسات إسرائيلية صعبة على هدول النساء وهذه الأماكن، أي دخل ممكن يقدر نوفره لهدول العائلات المقدسية هو بيكون إشي ممتاز جدا جدا، إنه هو بيساهم بإنه يطور حياتهم المجتمعية ويعزز صمودهم وتواجدهم في مدينة القدس. عن حجم المشاركة الاقتصادية النسوية بالأخص في هكذا برامج تنموية، هل العائق هو اقتصادي دوما؟ مش أي مشروع سهل إنه يبلش، بالذات إنه مدينة القدس فيش فيها إيجار غريبة وكل إيجار فيها معروف لأهل القدس نفسهم، فلازم تكون الفكرة إبداعية حتى إنها تنجح. الدفيئة الزراعية هو كان مشروع جديد في مدينة القدس منفرد، إنه ولا مرة نعمل دفيئة زراعية، دائما بنعمل يعني تصنيع غذائي، منسوجات، تطريز، خياطة، أزهار الزينة، هدول بنعمله في الإيد اللي بتكون من البلاستيك أو من القماش، ولكن ولا مرة نعمل بيت زراعي يتم زراعة فيه وإنتاج زراعي طبيعي وأشتال طبيعية وتسويقها في السوق. فلهيك ممكن تكون هاي أكثر فكرة ماشية لهلأ وناجحة، ولكن بحاجة إلى تطوير في عملية تبكيت هذا المنتج، تسويق هذا المنتج وإيصال هذا المنتج. عن موضوع الدفيئة الزراعية وهكذا مشاريع ريادية وتنموية في القدس، ما هو الدخل المرجو من هكذا مشاريع، وأيضا هل هي مستقبليا ستكون ناجعة ونافعة لاقتصاد القدس؟ إن شاء الله، يعني نأمل إنه هذا الدخل يتطور وهذا المشروع يتطور ويكون له تسويق أكبر وإنه يقدر يوفر دخل للسيدات في مدينة القدس، وهذه هو هدفنا بالدرجة الأولى، وإحنا هذا اللي بنبحث عنه أصلا، إنه إحنا نوجد دخل بديل للسيدات اللي بيعيشوا في حي باب خطة في البلد القديمة من خلال هاي المشاريع اللي هي داعمة ومعززة لصمودهم في المدينة. الأستاذ منتصر تكيدك، شكرا لك.